السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة بسم الله ما شاء الله هنشوف حاجة حلوة جدا يمكن تعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت الجو شاتي بقاله يومين اتنين عمال يشتي ما بطلش. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بس لقيت واحدة هيت ميتة بقى تحته، يلا بقى مش مشكلة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة اهوت البطة بتاعتنا طلعت اهي، وهنجيب البط بتاعتها من تحت من تحت ماما اهوت زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهي. طبعا نفس البطة الاولانية يا جماعة، بس مش هي نفسها البطة، هي بطة تانية بس انا حطها في نفس المكان ومدارية عليها بالطبيعة زي ما انا قلت لكم نفس المكان. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهي. انا لسه اول مره يعني بشوفت معاكم اهو، هشوفها طلعت قد ايه. يعني انا ببص بس بشيل الطبليه كده لقيتها بسم الله ما شاء الله طلعت، بس مش عارفه لسه مطلعه قد ايه. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. فيه اللي لسه طالع وفيه اللي لسه ايه، يعني احنا هنسيبه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهو يا جماعه اللي هو هننضف القشر ده خالص من تحتها كده عشان نفوق لها المكان اهو، نشيله وننضفه. هو بصراحه يعني اني ما كنتش متوقعه ان هي تطلع النهارده، بس لسه جايه افتح بالصدفه كده لان كان الجو شاتي. هي برده نمت على واحده موتتها اهيت، اهي كانت في البيضه لسه ما طلعتهاش، ودي لسه طريه اهي يا جماعه. ودولت بقى ايه يعني هم خفاف، يعني هي احتمال تطلعهم بس تلاقيهم كانوا متأخرين شوية، فاحنا هنشوف. هي ديت لقيت واحدة لابسة جوه واحدة اهي، هي دي صغيرة يعني كده كده احتمال ما تطلعش لانها كانت بتاعت واحدة لسه مبشرة، فاحنا برضه هنحطها احتياطي وهنمها على اللي هي لسه اهي لسه دي يا جماعة عشان بس الكل يعرف. ديت لسه طالعة ما شبعتش عرق اهي، لو انتوا شايفينها ديت ما دي اكبر غلط اللي انت تشيليها وتحبسيها، لا دي احنا بنسيبها كده على ما تشبع عرق من تحت امها عشان تبقى كويسة عشان ما تموتش معاكي. اللي زي دي يا جماعة بس اللي هي ايه ريشها ناشف زي دي كده، بسم الله ما شاء الله دي خلاص تقطفيها خلاص كده. احنا خلاص بقى هنجيب امها ونحطها عشان ما تبردش مننا. هي شكلهم منقرة هي، بس احنا برضه هنسيبهم كمان ايه يومين ولا حاجة وايه. طبعا يا جماعة في ناس، انا هجيب البطة الاول بس وهكلمكم على حاجة مهمة جدا عشان البطة دي ما تسقعش وتبرد مننا. طلعت انا شلت التين تحتها يا جماعة زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اهوت. وطبعا لقيت واحدة دايسة عليها موتاها، واحدة دايسة عليها وهي لسه يعني ايه في قلب البيضة لسه كان بتطلعها، يعني مقشرة لها بتطلعها، بس هي ايه دست عليها برجلها بقى لان زي ما تقول البط كانت كتير تحتها. طبعا يا جماعة اللي لسه مرة بتربي البطة يعني ولسه طلع لها البط زي ما انتم شايفينه كده، في ناس بتسيبه تحت امهم، في ناس بتسيب البط بتاعها تحت امه وبتربيه عادي لان نفس الام برضو بيبقى حلو وعرق الام بيبقى حلو، ما فيش مشكله. لو في مكان امن عندك ولا حاجه انت ممكن تسيبيها وهم هيمشوا وراها، بس تعزليها يعني في مكان لوحدها، لا بطه مثلا تشدهم او فار يشدهم ولا كده، تحطهم في مكان وتنور لهم النور على اساس ايه لا فار يشدهم ولا حاجه. بس انا يا جماعه يعني ببقى اشيل البط كده وبربيها هنا على ايديا، وببقى اسيبها بقى هي ايه ترجع تربى عنقود تاني من اول وجديد وزي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا اوريكم اول يوم هنستقبل فيه البط بتاعنا ازاي، وانا ان شاء الله برضو هعمل لكم حلقه اول يوم ما هنستقبله ازاي باذن الله، بس انا حبيت اوريهم لكم كده. هم لسه تحت لسه طالعين اول يوم اهوت من تحت امهم، فبس حابه اوريكم حاجه مهمه جدا علشان تبقوا انتم عارفين. طبعا يا جماعه اللي هي لسه يعني اول مره البط ينام عندها، طبعا لو انت يطلع لك بط زي ده تحت امه تشيلي اللي طلع اول باول، يعني انت تشيلي ايه بطتين ناشفين زي دولت. انا طلعت يعني زي ما انتم شايفين كده كان الجو شاتي، فانا طلعت بظروفها بنضف وكده، فبشيل الطبليه كده على اساس ان انا يعني ابص عليها بصه، لقيتها بسم الله ما شاء الله مطلعه العدد ده. فاحنا طبعا نباشر بنعدل البطه من اول يوم هي نامت فيه لغايه يوم 30 بنبص عليها، لان البطه بتنام زي ما انتم شايفين عارفين 30 يوم،
يعني في الشتاء بتنام ممكن 28 يوم، ولا في الصيف قصدي، انما في الشتاء ممكن تنام 30 او 31 عادي، يعني مش مشكله، فرقت يوم نقصت يوم قدمت يوم عادي مش مشكله. فانت طبعا بتنضفي لها القشر اللي تحتها اول باول عشان تفولي اللي بعدها، وبتشيلي اللي هو نشف زي ده كده زي اللي انا وريته لكم، بتشيليه تحطه في كرتونه، واللي هو لسه طري بتسيبيه تحتها يعرق تحتها مثلا ليله ولا حاجه، اما تلاقيه نشف بقى زي حلو زي ده كده تشيليه، اقول لك ماشي شيليه، انما تشيليه وهو طري لا هيموت معاكي ومش هيبقى كويس. اهم حاجه البطه تشبع من العرق بتاع امه. تمام كده يا جماعه. طبعا يا جماعه اهو انتوا شايفين اللي لسه ما نشفتش سايباها الوحيده على البيضه اهيت، انا نظفت لها المكان، رميت القشر كله في الجنب اهو زي ما انتوا شايفينه، طبعا هنشيله بقى نرميه في الزباله. بس انا بس حابه اوريكم الطريقه اللي زي ديت هنسيبها، وهي امهم قامت من عليها دلوقتي، بس بعد ما نمشي هترجع تاني خلاص كده. فاحنا باذن الله زي ما قلت لكم البط ده ان شاء الله هيبقى زي البط اللي هو اللي انا كنت بصوره لكم دوت، تلقيح مسكوف يا جماعه، بسم الله ما شاء الله هيبقى زيه برده ان شاء الله بالظبط. فاحنا بقى ايه ان شاء الله هنعمل لكم حلقه عن استقبال اول يوم للبط اللي هو الصغير. فانا بس حبيت اوريه لكم وهو طالع تحت البيضه، بسم الله ما شاء الله بيبقى منظره حلو قوي. ودي كانت الحلقه بتاعتنا يا جماعه، يا رب يكون عجبكم بقى ان شاء الله، ولو عجبكم باذن الله يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك يا جماعه بقى للفيديو، وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.